بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة شرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المناجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 43 في أساليب القرآن وفنونه البليغة، وفي بحث الثالث من أسلوب الالتفات، وهي أسباب الالتفات، ولو أسباب عامة وأسباب خاصة. وتكلمنا بالأمس عن مثالين من الأسباب الخاصة للالتفات، واليوم نكمل المثال الثالث أو السبب الثالث. ومنها أن يكون الغرض به التتميم لمعنى مقصود للمتكلم، فيأتي به محافظة على تتميم ما قصد إليه من المعنى المطلوب له، كقوله: فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة منا. ولا قال من ربك؟ قال من ربك، مش منا، مع إن نمط الكلام كان يقول منا، مش كده؟ قال رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. أصل الكلام إنا مرسلين رحمة منا، ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بأن الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين المقدرة عليه للقدرة عليه، أو لتخصيص النبي بالذكر ربك. شوف كيف الخطابين، فأراد يدخل النبي مخاطب، لأن هو إيه مظهر وإيه الربوبية في الأكوان، هو العناية والرعاية. يقول أنا قاسم والله يعطي رحمة للعالمين، فيبقى هنا للإنذار بأن الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم، أو لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في كاف الخطاب ربك، أو الإشارة إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره، كأن الإرسال مختص به دون غيره. ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع المضمر للمعنى المقصود من تتميم المعنى. ومنها أيضا قصد المبالغة، كقول تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ولا جريتم وجرينا بهم، بعد ما بيقول إيه كنتم، خطابه قال بهم، التفت إلى الغائب، كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليتعجب منها ويستدعي منه الإنكار والتقبيح لها، إشارة منه على سبيل المبالغة إلى أن ما يعتمدونه بعد الإنجاء من البغي في الأرض بغير الحق مما ينكر ويقبح. ومنها قصد الدلالة على الاختصاص، كقول تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فساقه، ما قالش كده، قال فسقناه، مش كده برضه؟ فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر دالا على القدرة الباهرة التي لا يقدر عليها غيره، عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم، فقال فسقناه أحييناه، لأنه أدخل في الاختصاص وأدل عليه، سقنا وأحيينا. ومنها قصد الاهتمام، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا. ولا قال وزينا بقى؟ قال زينا. هنا بقى إيه تحول إلى إيه الخطاب الظاهر: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة
ذلك تقدير العزيز العليم. يبقى هو ايه تحول هنا الاهتمام لقصد الاهتمام بالنجوم وانها زينة للسماء الدنيا ولا تعبد من دون الله، وانها ايضا تؤدي وظيفة اخرى وهي تمنع الشياطين من استراق السماء. يبقى لها وظيفتان، زينة ونهتدي بها علامات بالنجم هم يهتدون، وكمان تمنع الشياطين من استراق السماء. يبقى لها ثلاث وظائف كويس، لكن هم عبدوها من دون الله، للاهتمام بها بقى بينها هنا على سبيل الاختصاص والاهتمام. فعدل عن الغيبة في قضاهن وأوحى إلى التكلم فيه، وزينا السماء الدنيا للاهتمام بالإخبار عن نفسه، فإنه تعالى جعل الكواكب في سماء الدنيا للزينة والحفظ، وتكتب كمان والهداية وعلامات وبالنجم هم يهتدون، زود مش كده برضو؟ ثلاث وظائف يبقى للزينة والحفظ والهداية. بنعرف اتجاه القبلة، ونعرف كمان اتجاه السير الشمال والجنوب والغرب، كل ده من النظر في النجوم. وذلك لأن طائفة اعتقدت في النجوم أنها ليست في سماء الدنيا وأنها ليست حفظا ولا رجوما، فعدل إلى التكلم والإخبار عن ذلك لكونه مهما من مهمات الاعتقاد ولتكذيب الفرقة المعتقدة بطلانه. ومنها أيضا قصد التوبيخ، والتوبيخ اللي هو التشهير، يعني التشهير به والذم، التشهير مع الذم، يقول لك وبخه يعني شهر به وذمه، يعني من المصريين يقول لك شتمه وخلاص، فهمت بقى؟ وبخه يعني شتمه وسبه، فهمت؟ كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم، ما قالش لقد جاءوا شيئا إد، قال لقد جئتم شيئا إد، كانه بيواجههم بقى توبيخا لهم، فهمت؟ لأن التوبيخ يحتاج مواجهة، فخاطبهم هنا. عدل عن الغيبة إلى الخطاب للدلالة على أن قائل مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخا ومنكرا عليه، ولما أراد توبيخهم على هذا أخبر عنه بالحضور، فقال لقد جئتم، ما قالش لقد جاءوا، لأن توبيخ الحاضر أبلغ في الإهانة له، لأنه فيها كمان لما توبخه وحاضر فيها إهانة وتشهير، مش كده برضه، وإذلال أمام الآخرين، كل ده عقوبات مع العقوبات، مش عقوبة واحدة، يعني عقوبة مركبة ملغمة تنفجر فيه عشان نستريح منه. ومنه قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم، ماشي وتقطعتم، وتقطعوا أمرهم بينهم، قال وتقطعوا أمرهم بينهم دون تقطعتم أمركم بينكم، كأنه ينعي عليه ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين، ويقبح عندهم ما فعلوه ويوبخهم عليه قائلا ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله، فجعلوا أمر دينهم به قطعا تمثيلا لأخلاقهم، وفي روايات اختلافهم وهي أولى في الدين. فائدة اختلف في قوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، بعد في آخر سورة عمران بتقول عمران بتقول ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك ما ولا قال إن الله، قال إن الله لا يخلف الميعاد، يبقى تحول من الخطاب الى الغيب، واضح؟ طب ليه بقى اختلف العلماء في التعليل في الحكايه دي؟ فقيل ان الكلام تم عند قوله ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، دعوتهم خلصت هنا، وبعدين ان الله لا يخلف الميعاد جمله جديده، واضح؟ ده تعليل، احد التعليلات. وهذا الذي بعده من مقول الله تصديقا لهم، وفي الحاله دي مش هيبقى فيها التفات، واضح على التاويل ده مش هيبقى فيها التفات.
وقيل بل هو من بقية كلامهم الأول على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغير. لو اعتبرنا كل كلامهم هيبقى فيه التفات، واضح؟ كقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم زيها، فإن قلت قد قال في آخر السورة ولا تخزنا يوم القيامة إنك، ما قالش إن الله لا يخلف ما قال إنك إيه؟ فهمت بقى؟ طب ليه التعليل هنا بقى؟ فلما عدل عن الخطاب هنا؟ قلت إنما جاء الالتفات في صدر السورة، يبقى الالتفات جاء في صدر السورة أولا لأن المقام يقتضيه، فإن الإلهية تقتضي الخير والشر لتنصف المظلومين من الظالمين، فكان العدول إلى ذكر الاسم الأعظم أولى. وأما قوله تعالى في آخر السورة إنك لا تخلف الميعاد، فذلك المقام مقام الطلب للعبد من ربي أن ينعم عليه بفضله وأن يتجاوز عن سيئاته، فلم يكن فيه ما يقتضي العدول عن الأصل المستمر. يعني أنت في آخر السورة بتستجلب الربوبية وما يتبعها من العناية والرعاية، فهم؟ لكن الثاني إنك لا تخلف الميعاد لتعاقب الظالم وترد المظلمة للمظلوم، فجاء إيه؟ جاء هنا إيه؟ إن الله بلفظ الجلالة الذي تجتمع فيه الأسماء كلها التي تقوم بها وتظهر أثرها يوم القيامة، فأثرها على الكافر العدل وأثرها على المؤمن الفضل، واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على البحث الرابع في شرطه غدا إن شاء الله. الشرط اللي هو إيه؟ شرط الالتفات يعني. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقرأ في الحوار.